على مود شغله اجيت هنا انا مو صارت ولا ارجع للبيت وما عندي ما عندي يعني حتى تقدر تأجر لي انت سياره تاكسي تاكسي كيف تاكسي ايش بيش التاكسي ما عندي عزيز اشتكت لحد يعني ما عندي تكتب ايه شو انا عليك ما عندك تأجر تاكسي يعني بس تكتب والله ما عندك امكان يا تكتب ايه عادي يعني ايش قد هو التكتب ايش قد راح ياخذ وين عليك انا بغداد الجديدة بيتي وعلى حد ايش قد ياخذها 2000 3000 وعلى ما عندي ما عند وانا على الله على 2000 وعلى ما عند وانا على الله على 2000 وعلى عاد تك تك وخذك هاي لا لا بس دير بالك هاي زين ممكن توقف انت شان بس اقعد دقيقه بيش هاي 100,000 عدل اشتكتك وانا جوانا محمد من قناة السومرية ايه دول على التلفزيون ايه هاي لي حد يك ايه الك سكت سكت حد يك شنو هاي لي ايه الك اه تشاغل ليش الشاقة شنو اسمك حبيبي حبيبي يلا علي ما عنداني ونروح الحسين هاي على الف وعلى الفين وطالع قد عمرك انت؟ عمرك 15 حبيبي الله يديك ان شاء الله ويوفقك دنيا اخرة شنو اسمك؟ مقتدى مقتدى اسمك مقتدى هاي حكي انت هاي تشوفي على عمان وين هلتي بغداد؟ ها؟ هلتي بغداد؟ اهلي ايه بغداد؟ عاد لو عندك تيجي بس هاي سكت لي حد ها؟ هاي قليلة؟ ها والله قليلة لك والله قليلة بحقك هاي حبيبي انت بهذا العمر وبهذا العمر وكلش تعبان شفتك بس الله يعطيك الصحة والعافية ويقويك انه وقفت لي وقلت لي راح نطيك 2000 لو ثلاثة ايش غير عندك؟ وانا عالي ايه؟ انا مو ولي فلوس العالم مو عندهم ويطوني ابيع لهم الطحين وارد لهم الفلوس يعني احصل 5 اخذ بس مالاتي يعني طوني قد 100 اعطيهم 100 يعني قد احصل 5 اعطيهم 5 حطيهم 100 يعني قد تحصل؟ يعني قال لي ابي 3000 5 2000 بحن بفلوسي هاي بالنهار بالنهار ايش قد تطلع انت؟ مو واحدة 5 10 3 هيك 20 زين انت والدك موجود والدك والدتك؟ اي حد يعني ابوي موجود بس ابوي ما يشتغل ما يشتغل ما عنده يعني لا عنده سياره لا اذا انت ما عندك سياره ما عندي هو على الله وعلى الحصين شو نسوي يعني وين الراس مالتكم اي والله بس هذا ملكي وعاد ما عندك اخوان؟ لا خوات؟ اي عندي وانت تصرف عليهم؟ اي انا طبعا انا اصرف عليهم واعطيهم يعني احصل 10 اعطيهم فطور سحور يعني اشياء دونيبي عافية عليك وعن عافية بس ما اخذ ما اقعد يعني اطلع اشتغل اشياء دون اطيب قد ما يعني احصل 10 5 احصل قد ما الله يتغني يطيح لك اهلي يعني لا ما اصرف لا طش لا هاي لا لا عرفات الاحصائيين قالوا لي اليوم ما اصرفنا يبي لهم يبي لهم هاي الجيه شو يريدون؟ فجيه هاي يبي لهم هاي رقيه اي شيء انا عادي بالفضيليه بالفضيليه اهلك؟ اي بالفضيليه هسه حتروح ترجع للبيت؟ راح ارجع اقول لهم طوني راح ارجع اقول لهم طوني راح ارجع راح اروح لاهلي ما حد يا سقط شنو؟ وعلي شو تسوي هو ارزق وعلي سال لي ايش قلت؟ ما محصل حبيبي انت والله انا فرحت بشوفتك كلش فرحت بشوفتك وعاد انا لو عندي اعطيش ثلاث تاكسي واوصلش لاهلك
سؤال ما عندي. ادري حبيبي انت قلت لها اجل ليش تكتك؟ اي اجل ليش تكتك؟ عندي ورقيات تكتك. انت المهم بادرت بادرت باللي عندك انت زين. انت ليش حافي؟ اه انا بس انا شفتك انه انت هناك نزلت حافي. اي نزلت حافي. ليش ما تلبس؟ بعد شو صار نزلت؟ ها مرزقت اذن من الشارع الشمس. ايش تسوى؟ ها؟ ايش تسوى قلت؟ وها هي بعد. اشتغل بها شي طلع لي 10-5 لعبة هيك. هذا الحصان. هسه راح ترجع للبيت انت؟ راح اقلهم. ارجع. وهاي القتلة. وهاي النعمة ما عندي. ادري بحبيبتي. يلا ربي يرزقك ان شاء الله ويحفظك. والله عليك الله يرضيك. ماشي؟ يلا راح ترجع للبيت هسه؟ راح ارجع لاهلي. يلا ارجع لاهلك. باي باي. مقتدى حبيبي. باي باي. حسوني واحد غير يستحقها. بقي هاي يستحقها. انه انت انا بدي انطك اياها انه انت ما محتاج، مو انا انه انت محتاج. لا بالعكس، انه انا اعطيتك اياها هي هديه تستحقها انت على موقفك. هاي قلت لي اياها بخمسه. لازم هاي بخمسه. اي نعم. وهاي باربعه. نعم. وطلبت من عندك انه تنطيني، انا ما عندي البيت حتى ما انطيتني يوم الاربعه، انطيتني يوم الخمسه. اي عادي عادي. حسوني حبيبي وش هاي الزهر؟ بس يخاف واحد محتاجها غيري. هدية هاي إلك. عم الله عليكم مشكورين. الله يرضيك. والدك موجود؟ ما يريد من الجلطة. الله يعطيه الصحة والعافية. أنت كبير مال ما عنده؟ لا عنده أخوان. عندك أخوان أكبر؟ إيه. شو يشتغلون أخوانك؟ هو واحد عماله وواحد يقنع بالبيضان. كلكم تشتغلون؟ لا بس أنا وأخوي. بس أنت وأخوي. وعنده أخوان صغار. إيش كم أخ أنتو؟ أخوان صغار اثنين عندي. كلكم إيش قد؟ كنا حيرة من الله يعني. بنات أربعة. وولد ثلاثة. ربي يحفظكم إن شاء الله يا ربي. احكي لي عن شغلك هنا، قد تحصل يومي؟ ما بعد والله استانس. بعدك ما مستفتح يقولون ما مستفتح؟ لا بعد استانس استفتح. أنا استوك استفتحت يا ربي إن شاء الله بداية خير إن شاء الله يا ربي. انت من المدرسة؟ ايه ثالث متوسط. ثالث متوسط؟ نعم. الله عليك. حسوني صف ثالث متوسط. نعم. وتشتغل وتعين اهلك. نعم. صح؟ نعم. شلونك بالدراسة؟ والله زين. زين لو لا؟ زين. زين لو لا؟ بس هاي السنة بطلت عشان التجارة. ضروري انك ترجع. ايه. لان انت شخص شجاع سبع صاحب غيرة وعندك طيب. يعني اليوم انه صعبه بهيك عمر انه يشوف شخص يمكن هيك طيب وهيك كرمت لك صح؟ انا اشكرك جزيل الشكر حبيبي انت. غادي. وربي يحفظك ويرزقك ان شاء الله ويقويك.
وضروري ترجع للدراسه. ماشي حسوني حبيبي، يلا باي باي. الدنيا الله يساعدك. ايوه طبعاً عندك شيء قولي. يعني انا جيت هنا شغله بس ما صارت لي اقدر ارجع البيت عندي كم والله مستحي استحي احكي لولد وشفتك انت قلت لهم اقول لها شنو ما انت تبيعين انا يوم؟ لا ما بيع، انا جيت للسوق. جيت للسوق؟ اي والله. لا ايش بيش تقولي لي تعبانه؟ اي والله تعبانه يمكن تعبتني. ايش فيها؟ تعبانه. مريضه مالها خلاص. هاتش يوم. هاي عمر. شنو يا عمر؟ هاتش. ليش شوفيني؟ انا ما اشوفها قد والله. ليش شوفيها قد؟ اي والله. هاي 100,000. هاي رحم الله والديك. الله يرضى عليك. سين عمر. هاي 100,000 وانا جمانة محمد. هاي من قناة السومرية. يا بعد عمري دائما الله يرضى عليك. يا حبيبتي انت. دائما يا عمري. انت تشوفيني زين ولا؟ اي والله اشوف بس نظره مو هالقد. مو هالقد. اي نظره مو هالقد. الله يعطيك الصحة. اي والله رحم الله والديك الله يرضى عليك يا بعد عمري. حبيبتي خالة. هاي عمري. هاي ال 100 هاي انت تستحقيها على موقف مش حلو. وهاي الكروه اعطيتيني اياها من 2000 قلتش ما عندي. رحم الله والديك. شلون اعطيتيني 2000 وانتي ما شايله؟ اي والله هاي يعني ما اقدر اردك، يعني شلون اقدر اردك؟ ما يصير. ما اقدر اردك. لا اقدر اردك ولا اقدر يعني اللي قلتي لي بعد يعني هذا العدل كان يعطيك اياها. وانت عندك بس الاف؟ اي والله بس الاف. اي والله. وانطيتيني اياها؟ اي والله بس الاف وعطيتك اياها. جاي هنا قاعد تسوقين؟ اي والله قاعدين نسوق. شو تسوقين؟ هاي تجيب الغراض ولا شيء. شنو الغراض هاي؟ انا طيب ماعين نسوان جبت. هاي تبيعينها؟ لا والله عندنا ما عندنا كانت عندنا نسوان والنسوان خلت وطلعت ومشيت لما عندنا والما عندنا ظلينا بس انا وبنيتي قاعدين. بس انت وبنتك قاعدين وانت قاعد تشترين انت وبنتك غراض؟ اي والله قاعدين نشتري لي وبنتي. ام منو؟ ها؟ ام منو؟ ام محمد. ام محمد. الله حبيبتي يا عمرك. زين انت شلون من المعين الك؟ ها؟ من المعين الك؟ هم احنا هذلنا قاعدين وعندي راتب مال رعايه. مال رعايه. لا من يصرف عليك انت وبنتك؟ اي هو بس انا وبنتي يعني عندنا راتب مال رعايه. راتب رعايه ايش قد؟ يعطونا 125 بالشهر؟ بيتك ايجار؟ اي ايجار؟ لا 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 بنحلها حوازم قاعدين. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يستر عليك. الله يستر عليك. على هالكرم هذا والطيب اللي عندك. رحم الله والديك. وقفت اني وما رديتيني. رحم الله والديك. شلون رديت؟ يعني صدق كذب. قلت شلون رديت؟ ما تردين؟ لا ما ردي الا بعد عمري. ما ردي هذا الظرف. اي والله العظيم ما انا ما دخلت مريضة وتعبانة والله. خيرك شو؟ اي والله تعبانة ما دخلت. هم سكر وصيام ونهار. الله يساعدك حبيبتي يا عمر. 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 ما احسن ليك؟ وانا ما عندل يعني حتى ما عندل احنا هنا. تعي نام. تعي نام. عمو؟ قد انطيك كروت؟ والله ما اعرف قد كروت يمكن خمسه؟ ايه. ها؟ خمسه ايه. اذا جينا من يوم سيدنا البيضاء؟ ايه ايه. عمو؟ اخاف حسوي زحمه عليك. لا رحمه لا بالعكس سارع لي البيت بعد. بيتك هنا انا؟ اي اللي جوا هنا. لا خليني امشي. عمو 100,000؟ ما يخاف اللي جوا السيس ما بس دقيقه انا اصلا ما عندي كان فلوس كروه من قلت لك ما اخذ صح؟ انا يعني قلت لك اني انا ما عندي كروه. لا وانا جمال محمد من قناه السامريه. يا اهلا وسهلا. وهذا البرنامج اسمه هاي 100,000.
لا ما تستحق ما اخذ الوضع ما اخذ لا ما اخذ انا اجر السياره هاي قاعد يصور ولد ايه ايه تبي اجر السياره انا ما رايد السياره كان مجرد يعني انه هي فكره دا اقول لك انه عندي اني محتاجه مساعده ومحتاجه نعم. احد ياجر لي سياره حتى اروح لبيتي حتى اشوف انه انت شنو راح تبادر راح تبادر بالمساعده لو راح ترفض طيبتك واخلاقك ما اقبل فلوس والله لا مو هاي النية انه انت هي هدية من عندنا لك على موقفك انه بادرت انت بالمساعدة انت شفت هنا انا قاعد؟ ليش انت قاعد هنا؟ ليش؟ على مود شوي ارتاح واروح للبيت ترتاح اول شيء هني ما يصير ابقى لازم لا ما وما يصير تردني يصير تردني؟ مو اذا اخذ منك يعني ما انت يصير غير شكل يعني المبادرة ما انت راحت لا بالعكس ما راحت هاي هدية انه احنا بدنا نعطيك على الفلوس اللي انت محتاجها شو قاعد هنا انت تعبان؟ اي والله تعبان بالله شنو؟ تعبان مريض؟ اي والله مريض صحة وعافية وصايم وشوي رجلي من هاي يدي جلطة سلامات عمو ارتاح شوي يلا سلامات ما بي غير العافية صحة وعافية وأجر يا رب إن شاء الله الله يخليك وبيتك هنا أنا بالتجاوز سيارات بالتجاوزات؟ إيه تجاوزات إيجار لو بيتك؟ لا والله بيتنا قاعدين فيه الحمد لله شنو شغلك عمو؟ أنا كنت سايق بطلت بالأسواق قاعد محل هيك قاعد فيه وهاي كل شيء ما أبو منو؟ أبو عباس أبو عباس قاعد بأسواق؟ قاعد بأسواق تشتغل بيها؟ إيه أشتغل بيها إيش قد ينطوك؟ والله هلا والله قاسم هاي ايش كم ولد عندك بنت؟ عندي ثلاثة ولد اثنين يدرسون واني اثنين يدرسون شنو مدارس لو كليات؟ طالب اعدادية واحد واحد ثالث متوسط بس ثلاث ولد؟ ثلاثة وبنات؟ بنات ما الله يخليهم يا رب إليك الله يجزيك ماشي أموركم عمو نعم الحمد لله دارجة الحمد لله الحمد لله أنا أشكرك جزيل الشكر وأنا أسفة وقفتك أنت مريض وتعبان عمو أنا أسفة أعتذر من عندك بركة أنا أعتذر ما أدري بوضعك الصحي أنه أنت تعبان وما تقدر توقف أنا أعتذر منك والله العظيم لا عفو عمو حبيبي أنت ما قصرت حشاك حشاك من تقصير وأتمنى لك نهار سعيد وموفق يا ربي ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله على الكل يا رب الله يديك يلا حبيبي عمو مع السلامة الله الله يسعدك اخوي الله يسعدك العين ما تضل اوه بابا تضل عندك بطلب عندك طلب بس انه يعني مستحيه حجنانه جيت هنا بشغله وما صارت ودرجع لي فلوس هناك بالسكروه. اي خدمتك هسه اجيب فلوس. لا انا ما عندي فلوس يعني حتى لو تاجر لي انت تاكسي. اريد تاخذ لي تاكسي تقدر؟ اي عادي. وين بيتكم؟ بغداد الجديده. عادي ولا يهمك. هسه خليك فلوس رجلك. ليش وين بيتك؟ انا؟ انا مش بعد وحدي. تعد منين تجيب فلوس؟ عندي انا عند اهلي انا هنا اشتغل وعندي انا اسفه راح اتعبك. لا بخدمتك. تاكسي؟ لا هذا هاي انا اجر هاي هواية عشان انا اسفه ضايقتك اخاف انت ما عندك خبز. لا لا خير من الله ربك موجود. هاي 100,000 مالي وانا جمانة محمد من قناة السومرية ابيك اكثر انا ضف اسم حضرتك انا هادي 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 متزوج اي متزوج عندك ثلاث الله يخليهم عليك اول شيء هاي مين تستحقها انت هادي ما الله وادي على موقفك انه انت ما عندك ربات اخذت من اهلك قل لي كيف تساعد هذا الشهر فضيله
بيساعد بي يعني على حسن عبد الله عن الشيء كثير ما سوي تطلع من جيبك وخير من ربك تجيها كل عند ربك الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. أول شيء هاي الميت تستحقها أنت. ثاني شيء هاي الكروت جبت لي 10,000 أنا أشكرك جزيل الشكر هادي. هادي أنت جاي هنا تشتغل؟ إي والله أنا قاعد أجار وهنا جاي أشتغل وأروح بيتنا هنا مشروع الوالد قلت لي بس ماي. إيه؟ هذا من بس ماي. مأجر؟ إي والله مأجر. بيش مأجر؟ 200. 200 إي والله. وأنت تشتغل هنا عمالة طالع اليوم؟ إي والله عمالة هم صايم وهم عمالة ربك يطيش اسمي الصبر ويطل معاناة. الحمد لله وشكرا. الله يقويك. احنا نكيف نساعد الفقير احنا فقراء ونساعد الفقير. احنا كل واحد كل ما تساعدين ربك يعني يساعدك. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. الله يخليك ان شاء الله. الحمد لله. الله يرزقك. الف الحمد لله وشكرا. ما دام قاعد تشتغل شغل شريف. نعمة. واحد ما يمد ايده ويخش من الحرام. لا الحمد لله. اي نعمة. امشي واحد ما يمد ايده. عفي عليك. الف رحمة على والدي. احنا امشي وقت جهاننا لقمة حلال. احنا همشي وقت جهاننا لقمة حلال والله العظيم الله يخليك عافية عليك والله العظيم انا اشكرك جزيل الشكر قلت لي هادي هذا هادي انا اشكرك جزيل الشكر الله يوديك وربي يقويك الله يخليك ان شاء الله ويعطيك الصحة والعافية ويخليك خيمة على راس اطفالك وبيتك ويرزقك على هالنفسية هاي الطيبة على هاي الكرم والشجاعة اللي تمتلكها الله مرحبا. هلا مرحبا. تنطيني من عندك تنطيني خضرة بس ما عندي فلوس نهار الان. عادي؟ سردين خضرة. يعني اسف اذا اقول لك تقدم ما عندي. تقدم. طيب سردين. انت بكيفك. انا اشكرك. خدمتي. بعد تسلمني يعني آسفة صدقني يعني عشان هادي هادي يعني هو هذا رزقك كنت طالع على باب الله بس إني أنا ما عندي وخدمتك شنو؟ حمي تلف وأنا جمال محمد من قناة السامورية هاي الكاميرا ليش؟ ليش؟ هاي الخضرة اعطيتني اياها انت؟ اي لان انا شنو محتاجة وما عندي بخدمتك فاني اشكرك بخدمتك جزيل الشكر فارجعها هنا بخدمتك اسم حضرتك؟ علي نصيب جاسم علي نصيب جاسم؟ اي ابو هاجر ابو هاجر عندك ايش كم طفل؟ بنية واحدة عندك بس بنية؟ بس بنية الله يخليها إيه؟ والله والديك الله يخليها لك انت هنا تشتغل بالخضره تبيع بس بهاي المنطقه لو تروح غير المنطقه اروح بالمعسكر واجي اللي جاي عنده معاميل همي خلص خضره مالته واروح يعني شغلك انه تفتر بالمنطقه اي افتر بالمنطقه انا كنت اشتغل عماله مليت من العماله اشتغلت هاي كنت عماله اي اشتريت هاي بالدين سويت سلفه الشخص اللي يطلبني قلت له على السلفه شو كنت ما تطلع يلا اعطيك اياها مال ستوته مالها ما ستوت مو إيه؟ ستوت اسمه؟ ايه زين هنا بهاي المنطقة يعني اكو ناس عوائل ياخذون من عندك خضرة ببلاش؟ اي اكو اكو؟ لا مو بهاي المنطقة ها بالمعسكر بالمعسكر ومن يطلع له عادي يقول له هاي 500 وما عندي قلت له هاك ياو يعني فضل من الله الله يرزقك يعني من اقول له هاك ماكو فرعين ثلاثة يخلص بس خلص. اليوم انا من جيت هناك ما لقيتهم دقيت الباب ما طلعت المرة قالت خالة ما موجودة أمي قلت على مود هاي الخضرة أنا يومي أعطيها خضرة وأروح الله البنية تستحي قلت لها في أم الله الله يبارك فيك يا سبحان الله من ما أعطيتها خضرة هي يعني خمس بيوت شي ما أعطيتهم خضرة خضرة بقت تروح أنت تنطيهم أي وأنا الله حتى أنت تبيع أي أنا الله جابك من جاب جيتيني قلت لي ما عنده كذا قلت خلنا أعطيها الله دز الله دزني عليك الحمد لله وشكرا الحمد لله هسه شنو هاي الخضره تبقينها شلون لا هاي الك ترجع انه هي انا دا اشوف موقفك انه طلبت المساعده راح تساعدني فعلا خال انا هاي طبيعتي واحنا معروف عندنا عندنا حسينيه بالبيت وعندنا موكب بالبيت اي جينا واحد فقير مش يعني هل موجود عدمه حمرات ما عندي اطلع له اكل من البيت اعطيه قلت له انا ما عندي كيف تستقبلي الاكل قال هاي قلت له جيتي ثاني يوم العده اعطيك اياه
وانت ما عندك؟ ما عنده ما عنده احد. الله يرزقك ربي يكثر من امثالك. الف رحمه. واني اشكرك مشكورة على الشيء اللي قدمته لي. شكرا جزيلا لك ابو هاجر. تسلم. مع السلامه. انا ما شنو؟ ها؟ يعني شنو؟ انا خلاص سببت لك احراج. لا 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 مو مشكله. انا انا طيب من يوميه. من يوميه مشكله. اي مو مشكله. عموني اسف. لا لا بخدمتك بخدمتك. عمو ولك هاي 100,000. 100,000؟ اي. وانا جمال محمد من قناه السومريه. على راسي. يسلم راسك. من عندي لك. الله يخليك. من عندي لك. بس انا عندي حساب، لان من قلت لو خليه يوصل للبنيه ردت بعدين نحاسب وياك. خدمتك لك. هاي من عندي لك. ابو منو؟ ابو حيدر. ابو حيدر. ايوه ابو حيدر الطيب. انا اشكرك. الله يعزك. واني اشكر غيرتك وشجاعتك انه انت انها قاعد تشتغل. طالع عامل اليوم؟ لا لا انا خلصت. ربي رزقك ان شاء الله. بعدك ما مستلمها؟ لا بعد ما مستلمها. وقلت له روح اجر لها حتى يقطعوها. من عندك مو؟ سادة يا جماعتي يعني. اول شيء هاي 100 عمو لك. من عندي. تستحقها. والله بالفطور. هديه. هديه هاي من عندنا احنا. من عندنا هديه لك. موقفك شجاعتك انه انت رغم انه انت قاعد هسه حاليا حتى يومتك وما اخذها. هاي راح اسوي عشاء لام البنين اللي تشكر لها بالخير. شو تسوي عمو؟ عشاء لام البنين. وانا بخدم عليك. ان شاء الله واصل يا ربي. ربي يتقبل منك. الله يديك. ابو حيدر؟ ابو حيدر. ابو حيدر انت خلفه؟ اي نعم. تطلع احنا انا بهاي المنطقه انت ساكن لو لا شو؟ لا انا ساكن بالشمال. وين؟ بالشمال. بالشمال. اي اكيد. اي ان شاء الله نشوف بس الخير عمو. واتمنى لك كل الخير لك. وانا اسفه عطلتك. انت قلت لي صايم وقاعد تشتغل. راح اتركك حتى تكمل شغلك ورب يرزقك ويوفقك ويقويك. يطول عمرك حبيبي عمو. ربي يسلمك. انا اشكرك جزيل الشكر عمو ابو حيدر. مع السلامه. شغله بس ما صارت لي ارجع البيت. وما عندي فلوس كروت. تقدر تاجر لي تاكسي؟ ما عندي فلوس كروت. تقدر تاخذ لي تاكسي؟ أشكرك لأن زاحمتك. يعني لما نضطر ممكن دقيقة. بس دقيقة عمو هاي 100,000. دقيقة. وأنا جمال محمد من قناة السومرية. الله يخليك. الله يسلمك. أول شيء 100,000. ما محتاجني يعني. الله يسلمك. ان شاء الله ما تحتاج لاحد عمو. ان شاء الله ما تحتاج لاحد. بس انه هاي هديه على موقفك اللي انت بادرت به.
فانت هاي المية تستحقها عمو. ابو منو حضرتك؟ ابو علي. ابو علي هاي المية تستحقها على موقفك انه انا طلبت من عندك مساعدة. المهم تنطيها انطيها مثل ما ساعدتني ودقيت بابك وساعدتني، فمتأكدة انه اذا يجي احد محتاج راح تنطي انت. فهاي المية لك. عمو حكينا هنا هذا مو كان شغلك؟ لا انا مدرس. مدرس؟ مدرس شنو اي مادة؟ اسلامية. اسلامية. شو تسوي؟ تصلح اوراق؟ ما ابتدائية ولا متوسطة؟ متوسطة. إعدادية. إعدادية نعم. زين عمو حكينا عن الناس اليوم اللي تطلب مساعدة، يساعد العالم اليوم أنت مخرج أحد؟ طبعا إذا يعني متوفر عند سيول طبعا أساعده. أساعد بس أغلب الشيء أغلب الأحيان أنطي هنا على غلط، مثلا لايت فلاش، مثلا جودلية، كان يلحاف، يدوشة، ينطيها للناس المحتاجة. تنطي؟ إي أنطي طبعا أنطي. هم يجون يطلبون من عندك إنه إحنا ما عندنا فراش؟ أنا منشت بالمحل سابقاً يغاي مساعد، وحتى من الخبز كنت أنا أعزل مواد أو إذا يصير عندنا فاض أعزله أوزعه للناس. ربي يبارك فيك عمو، ربي يرزقك ويعطيك الصحة والعافية على النفسية هاي الطيبة وعلى الكرم اللي تمتلكه أنت. اليوم أكو ناس قطعت سبيل المعروف عمو أبو علي؟ إي طبعاً، لأن الوقت اختلف، الوقت هسه صار الأمام يعني قليل، يعني الإنسان الصادق قليل، الصدق انعدم. شكون مصداقية المقابل؟ يعني صارت الحالة، كثرة الحالة، مو مثل قبل. قبل المحتاج مبين. مبين. هسه صارت مهنة. هسه إيه تختلف هسه، هسه المسألة تختلف. زين من شفتني أنا شنو كان مبين علي؟ لا مبينة محتاجة كنت؟ لا مو محتاجة. الوضع ظرف. لا مو محتاجة يعني. إنما ظرف يعني. إي أكو ظرف خاص بيها، لازم الإنسان يحتاج مساعدة. لأنه ما طلبت بشيء مثلاً ثقيل مثل ما يقول، ردي توصلين لفد مكان معين، وإحنا كنا عندنا عوائل نعرف هاي الأمور. يعني عم عدي أنا بنات سابقاً هم نفس الصيغ، بعض الأحيان حالات لازم الإنسان، لأنه هو موقف، هو الإنسان شنو؟ هو موقف. لا أزيد ولا وموقفك كان مشرف. أنا أشكرك جزيل الشكر عمو، وربي يوفقك ويرزقك، وأنا آسفة أخذت من وقتك، كنت يعني قاعدة أصلح أوراق الطلاب، إن شاء الله درجاتهم زينة أساعدهم لو لا؟ إن شاء الله. طبعاً إذا يحتاج الطالب لا يحتاج مساعدة طبعاً يساعده. إن شاء الله يا رب. الله يخليك. أنا أشكرك جزيل الشكر عمو، مع السلامة. أنت أبو علي.